دكتور سيف، ليه اللاعبين بيهربوا وبيتجنسوا بجنسيات أخرى؟ احنا في نوعين من الهروب، في الهروب اثناء سفريه ويهرب وما نشوفش وشه تاني عشان هو مش عايز يلعب لبلد تانية، بس عايز يشتغل بره، عايز يعيش حياه مختلفه، شايف ان الـ ان الـ ان الـ ان الحياه احلى بره من هنا. وده احنا عندنا في العاب القوه ما حصلش كتير قوي، يعني حصل يمكن حالتين على مدى يعني 23 سنة وأنا موجود في الاتحاد. حالتين اللي هم ايه؟ حالتين، حالة لاعب مسافات طويلة راح سويسرا وخد الباسبور بتاعه سرقه من رئيس البعثة. ده كان امتى؟ ده سنة 2000 حوالي 2005، كان من زمان، دي آخر حالة حصلت كده فعلا. أنا عندنا نوع تاني من التجنيس بالذات في قطر. قطر قطر. والامارات. اه قطر لا، عندها شفنا التجنيس في قطر كتير جدا. بالذات مع الشباب اللي هو جونيورز اللي هم ليه الناشئين. التجنيس في قطر؟ هل العائد المادي اكيد اكتر كتير؟ هم هو طبعا العائد المادي اكتر، بس انا شايف الشباب اللي بيسافروا مش فقراء. يعني انا يعني هو من طبقة متوسطة، يعني ابوه مثلا ضابط، انا عندي حاله ضابط مش عايز اذكر اسماء بس لا عشان أرجوك. امه استاذه جامعه، والدته والده واحد برضو موظفه كبيره في مصر وخدت اجازه بدون مرتب راحت اشتغلت في قطر وخدت ابنها ودته اسباير وسابته هناك، وكانت هنا في النادي هنا ولعب كان في النادي الاهلي، وكان هي دايما بتعمل مشاكل لان هو يعني فين وفين وهياخد ايه، هو لسه عنده 16 سنه يعني. يعني مثلا في فارس حسونه اظن خد اول ميداليه لقطر ذهبيه، ده رفع اثقال، ده رفع ده رفع اثقال. اثقال، ده راح كبير وجاهز وكل حاجه ولعب. لكن انا عندنا لغايه دلوقتي بالنسبه للاتحاد الدولي عندنا صعب ان انا لو انا لاعب بطل وسافرت ومثلت البلد كذا مره صعب ان انا اتجنس.